ظاهرة الشفق القطبي أو الأورورا هي ظاهرة طبيعية ممكن تصير بأي وقت من السنة، سواء في نصف الشمالي أو الجنوبي، لكن من الصعب أن نشوفها في فصل الصيف لعدم وجود الليل اللي بيساعدنا على مشاهدتها. لكن أصلاً كيف بتصير؟ بشكل مبسط، هاي الظاهرة بالأصل بتصير بسبب الرياح الشمسية على سطح الشمس. غلاف الجوي بالعادة بيحمينا من هاي الرياح بس توصل الأرض، لكن في أثناء محاولة هذه الرياح إنها تخترق الغلاف الجوي تبدأ تتفاعل الجزيئات من الرياح الشمسية مع خطوط المجال المغناطيسي للأرض وتتشكل خطوط الشفق بالنهاية. كل ما كانت قوة الرياح الشمسية أكبر، كل ما كان تأثيرها على الظاهرة أقوى. عشان أقدر أشوف الظاهرة سافرت مرات عديدة ووصلت في بعضها لحدود فنلندا مع روسيا، وكتير منها فشل. هي في النهاية مثل الصيد، ممكن تصيب وممكن تخيب، لكن عشان يكون التنبؤ قريب من الحقيقة في تطبيقات بتساعد على هذا الشيء. في عنا تطبيق هنا اسمه أورورا، هذا التطبيق أنا كتير بحبه وبيعجبني وبستعمله. بيقدر يتنبأ لنا في احتمالية حدوث الظاهرة وقوتها. يعني لو رحنا هنا على الفوركاست نقدر نشوف درجات متفاوتة في احتمالية حدوثها والتواريخ الموجودة فيها. هلأ الرقم 2 معناته أنه احتماليتها ممكن تكون ضعيفة، يعني ممكن تظهر بس تظهر بشكل كتير خفيف، زي كأنه لون أخضر باهت موجود في السماء. كل ما زاد الرقم هنا 3 كيبي بصير في احتمالية أعلى. من 4 وفوق يعني أنت في السليم، يعني ممكن تشوفها تتحرك على الخفيف، بيكون لونها لسه أخضر، بتتشوفها بتتحرك شوي شوي، هذا شيء كتير لطيف. طبعا على مستوى 5 هون مثلا لحد كمان تقريبا 3 أسابيع الجاي هي بس موجودة في مستوى 2 و3 اللي هو مش عالي كتير، بس متى ما تخطط 5 و6 و7 معناتها إنه ممكن تشوف ظاهرة رائعة بتلقلق فيها الشكل في السماء بألوان مختلفة، وهذا الإشي اللي إحنا نسعى له دايما. هلأ في شغلة تانية كتير مهمة هو المناخ أو الجو، حالة الجو اللي حتكون في هداك الوقت. عشان هيك بحطولنا مثلا cloud coverage tonight اللي هو قديه في سحب ممكن تغطي السماء. هنا حاطين اليوم انه 100% حتغطيها، يعني حتى لو الكيبي كان عالي احتمالية انه الواحد يشوف هاي، يعني لو انها الأورورا عم ترقص في السماء رقص وعم تتلون، ما رح الواحد يقدر يشوفها لو المناخ سيء للأسف. فمحتاجين وانت بتشوف الاب انك تشوف السحب وتشوف الامكانية انه يحدث هذا الظاهرة. هذا اب تاني بقدر الواحد انه يعمل يشوف قديش في امكانية. هنا طبعا بحكي لنا انه في امكانية كبيرة حاليا انه بيصير في شمال روسيا، وكمان في المنطقة القطب الجنوبي زي هون. نفس الشيء بعطينا استطلاع انه امكانية الحدوث، نفس الشيء بتوقع انه في اكتوبر 19 انه يكون عالي عن باقي الايام، وكمان بعطي حالة الشمس والوهج الشمسي اللي طبعا بفهموا فيها الناس الخبراء في الفيزياء الكونية وهاي الأمور. فهاي الطريقة اللي ممكن الواحد إنه تساعده يقدر يشوف هذه الظاهرة الرائعة. هناك مواقع أخرى بتتنبأ بالظاهرة وأغلبها قائم على نفس التحليلات الفلكية والفيزيائية. كتير مهم نشوفها الظاهرة ولو مرة بالعمر، فلازم نحاول نخليها تزبط قدر الإمكان. تابعوا فيديوهاتي وضيفوني على قائمة مفضلاتكم إذا أعجبكم الفيديو.